السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحة جيدة. الجزائر العاصمة، الجزائر البيضاء المحروسة، البهجة، تعددت الأسامي. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على لي فوت دالجي ولا أقبية الجزائر العاصمة. Regarde comment qu'ils ont bâti leurs immeubles. Droit, carré, rigide, haut. Et l'hôtel de ville, la principale mairie d'Alger, c'était le Temma. Et c'était en même temps, le jardin secret ou le lieu de travail de l'armée française. L'immeuble Hadak. Il y avait certains bureaux qui ont été bien, les paras, surtout débarquement, débarquement de Ousmo, les paras d'Alger, sous les ordres du général Massu. Donc, كيما حكيت في لا فيديو الاولى تاع البنيون، كي قلت باللي الاستعمار الفرنسي كي دخل على البحر هكذا، القصبه كانت تلحق حتى حتى لهنا، حتى البحر يعني. بون البحر كان كامل هنايا. دونك حاجه الاولى اللي داروها القور والاستعمار الفرنسي، حاجه الاولى اللي داروها ريبو كاع القصبه اللي كانت يعني هنايا. كانت كامل القصبه السفلى كان باب البحر، وكان باب الجزيره، باب الجزيرة باب البحر مقابل البنيون. كان باب الجزيرة. وباب تحت لي فوت زيتاجي كيما راهو لي موبل تاع لونسيان ميري، سيتي باب البحر. باب البحر مالا حاجة الأولى اللي داروها ريبو، نحاو الصوار تاع القصبة، ريبو القصبة السفلى كامل، ومن بعد بناو الترقان وبناو هاد لي باتيمون. كل شو ستيل تاعهم كامل بناوهم يعني ستيل برسك كيف كيف، وستيل اوروبيا، ودايروا لي باتيمون كاع مستفين. اركيتكتور عثمانيين. هاد لي باتيمون اركيتكتور. سي لاركيتكت عثمان كي لي زا. اون فا با دير باتي، مي سي لوي كي ا ديسيني لاركيتكتور دالجي. Et si on doit donner un symbole à la ville d'Alger, après les symboles traditionnels historiques comme la Casbah, ça serait l'image du pays, les voûtes étagées. Elles existent nulle part dans le monde. Les voûtes, qui fait chez vous l'homme l'arabia? Les voûtes. Qui fait chez vous l'homme l'arabia? Un dish de terme en arabe. Mohem, les voûtes, hadouhouma. En arabia, Allah, yani, aucune idée qui fait chez vous l'homme l'arabia. Si Alger devait posséder un symbole, tel que Rio de Janeiro qui a la vague dans le bahar, on devrait avoir les voûtes étagées. Parce que clairement c'est ça qui marque Alger d'autres villes dans le monde. Parce que c'est pas, il y a une casbah dans Tunis, il y a une casbah au Maroc, il y a une casbah Constantine, il y a une casbah Béjaïa. Par contre, les voûtes étagées, c'est propre à Alger. D'accord. Ou même qu'il y a les... Bon, Alger, c'est une ville souterraine. Où il y a une... Plutôt, on va dire qu'Alger dispose d'une ville souterraine. Actuellement, à hauteur de 65%, les accès à la ville souterraine sont fermés. Il reste un peu près 34% et qui ne sont pas du tout... Pas en totalité utilisés. Ils essaient de réouvrir l'accès de l'esplanade au niveau de la grande poste, à Missio et Audeuf, tout ce terrain. Aqbiyat al-Bahja, ou les voûtes d'Alger, هي أقبية متدرجة تقع بالقرب من ميناء الجزائر العاصمة. بنيت هذه الأقبية من 1860 إلى 1866 ميلادي في وقت الاستعمار الفرنسي، وتقابل هذه الأقبية الواجهة البحرية لمدينة الجزائر، وهي موطن للمتاجر والمطاعم. إنها تراث معماري فريد من نوعه في الجزائر وأيضا في البحر الأبيض المتوسط. هذه الأقبية التي بنيت بين 1860 و 1866 ميلادي تمتد على الطريق الرئيسي من شارع زيغود يوسف إلى شارع تشي غيفارا. يوم 19 جانفي 2017 تم توقيع اتفاقية بين إدارة الأراضي في مدينة الجزائر العاصمة
وبين المؤسسة التنموية العامة أورو ميديتيراني في مرسيليا لإعادة تأهيل أقبية الجزائر العاصمة. وإن شاء الله هذه الاتفاقية تأتي بنتيجة يوما ما لإحياء البهجة وترجع لها روح، لأن معظم هذه الأقبية مغلوقة للأسف، لأنه لا يوجد دعم من السلطات للنهوض وترميم هذه الأقبية المنسية إلا الأقلية منها، والتي هي أيضا لابد من إحيائها من جديد. هاد الأقبية اللي راهم لتحت اللي راكو تشوفوا فيهم، هادي لابيشيري وين يبيعوا الأشكال وأنواع تاع الحوت، ويوجد أيضا مطاعم متاجر، ولكن للأسف الشديد البعض منهم اللي مفتوحين والأغلبية مغلوقين. كما قلت الأقبية كاين اللي رايبين وما كاش الدعم باش يعاودوا يعني يفتحوهم ويرموهم. إن شاء الله السلطات الجزائرية راح تأخذ بعين الاعتبار لهذا الأقبية، وراح توفر منها اليد العاملة للشباب والدعم التجارة في بلادنا، وتحسن أيضا في السياحة لاستقبال السياح.